مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصة طب الأعشاب. اليوم جي لكم موضوع مهم جدا، وهو البواسير. البواسير بزاف الناس راهم يشتكوا منهم، وبزاف راهم طلبة توصلنا على الموضوع هذا، وشوية موضوع كومبليكي، لكن نحاولوا كيفاش نوصلوا لكم الميساج بطريقة سهلة. البواسير هي فاريز يجي في الكولون، ولما يعني الكولون هذا اغلب نعطيكم موضوع البواسير وندخلوا فيه مشكل لا فيسور ولا فيستولانال، هي تدخل في موضوع واحد، هو المشكل كامل من الكولون. الكولون هو اللي سبب هذا الحوايج اللي انا نهضروا عليهم. لما يكون الكولون ما يخدمش خدمته، عنده ماده تخصه ما يخدمش بها، لانه دائما المشكل هذا لا فيستولانال ولا فيسيور والبواسر يكونوا عند الانسان اللي عنده بزاف، عند الانسان اللي عنده لاكوستيباسيون والمراه الحامل. يعني موضوع متشعب، نشوفوا كيفاش نوصل لكم شويه شويه. هو فاريز يجي في المصران، مع اخر المصران يدير دي بوش، يعني جيوب معمرين بالدم، نصيبوا المريض بالعقل، دائما يشتكي وما يحبش، يعني ما يقدرش يصرح باللي راهو مريض، دائما يخبي حتى المشكل تاعو يبان واحد قريب، يبان وحده لما يتطور هو اللي ما يقدرش يعني يخبيه. هما جيوب كان يقدروا يكونوا على الداخل ويبداو يهبطوا ويخرجوا. لما المريض دائما يعاني، ودائما اكرمكم الله لما يدخل لهذيك الجهه يعاني يسوفري، وكل ما يعاني من هذاك المشكل رايح يزيد في ياثر على هذوك الجيوب حتى يهبطوا ويخرجوا. احيانا يكون يعني كيما حبات الحمص، كاين اللي يخرجوا كاين اللي يبقاو على الداخل، وكاين اللي يبداو، وكاين اغلب الحالات لما يكبروا بزاف يبداو يترتقوا بالدم. المريض دائما تصيبوا لانه المشكل الاساسي هو لاكوستيباسيون باللغه الدارجه باش يفهموا اجهزتنا والشغل، يعني المريض كرشو ما تمشيش، يعني عدد قليل اللي تكون كرشهم نورمال وتصيب عنده البواسر. لما مثلا كيما المراه الحامل لما توضع الحمل تاعها رايحه تستراح منهم، لهنا كذلك سوء التغذيه، راهي كاين التغذيه اللي ما تساعدش المريض هذا، لازم له ريجيم. مادام عنده الماده هذيك ما عندوش في المصران تاعو، لازم يدير ريجيم خاص. دائما كيما نقولوا حتى يعني البواسر بزاف معروفين يجوا للكبار، لكن الوقت اللي انا فيه رانا دائما نقولوا باللي سوء التغذيه راها فسدت كامل الانسان، راه جسمه فبرك ماشي طبيعي. سي بور سا هذ الامراض كامل ولو ما عندهمش لاج معين، يقدر يعني كاين احيانا يعيطوا لنا راهم اولاد صغار عندهم المشكل هذا، لكن شويه متشعب. ونصيب المريض كذلك يشتكي لما يكون المشكل تاع البواسير يقلقوه، يقدر يعني داخل خارج، هنا لازم يتهلا في الحميه تاعو، ما ياكلش الحوايج ناشفين، يداوي الكولون تاعو اللي ناشف قبل ما يداويهم هما ما يداواوش لا فيستولانال ما تداواش. بزاف راهم يقول لك رحت انا درت 20 عمليه وعاودت ولات ليا، رحت درت عمليه على لا فيسيغ وراه عاود ولا ليا. هذا هنا ما كاين والو، ماشي علاج، لانه العلاج ما راهش في لا فيستول وفي لا فيسيغ في البواسير، العلاج في الكولون، يداوى الكولون يبرى من هذا الصوالح كامل. الا ما براش الكولون هذا الصوالح ما يبراوش، يروحوا يتخباو ويعاودوا له. كما نقولوا دائما على حسب الماكله الغذاء تاع الانسان، يبانوا على حسب الغذاء تاعو ويتخباو على حسب الغذاء تاعو. المراه الحامل لما تكون حامل خاصه في الشهر السادس والسابع ثم يزيدوا يبانوا، تعاني منهم ويقدر يزيد الحاله تاعها تاع لاكوستيباسيون تزيد للاسوء حتى توضع الحمل تاعها. لما توضع الحمل باش تبدا ترتاح وتعاود تولي لعادتها الطبيعيه. لهنا جبنا لكم وصفه، ودائما ننصحكم الغذاء ثم الغذاء، يعني عاودوا باش هذه الحوايج ما نقدرش نقولوا نقضوا عليهم 100%، لكن نقصوا منهم. لازم نولوا لحوايجنا الطبيعيه، راح نحموا نفسنا ويعني ونتهلاو في صحتنا، هي اللي راح تدافع علينا ويروحوا هذه الامراض. لهنا جبنا لكم جذور الهندبه. هذه الجذور الهندبه لما غير تبدا تخرج، يعني الوريقات هذوك تاعها يكونوا مازالهم طريين بزاف، نحوهم ونيبسوهم. عندنا كذلك
وهي تنط الهندبه يعني معروفه تنبت هنا في الجزائر في مناطق التعوين، كاين الميديتي كاين الضباب وكاين الجليد، هي تتاقلم مع كل يعني الجو الكليمه اللي جات تعيش فيها. عندنا كذلك هنا مجموعه زيوت، الزيوت هذه راحين ما خلوهاش زيت، علاش؟ للمريض دائما باش ما يضيعهاش، باش الاخر حنا نعاودو نجمدوهم وردوهم كيما لهنا مرهم حتى باش يسهل الاستعمال تاعهم. عندنا كذلك زيت الزيتون اللي راه دائما ننصحوا بها للمريض حتى في العلاج في العقده وفي التغذيه تاعو. عندنا كذلك لهنا عسل التمر او معجون التمر، دائما العسل وحده ومعجون التمر وحده، دائما نقولوا انه المريض دائما نشوفوه مع الحاله تاعو نعاونوه دائما باش يرفد صحته. كان وين نخدموا له الدواء يكون في عسل التمر، كان وين يكون عسل حر 100%، كان وين ننصحوه كذلك اذا كان ديابيتيك نشوفوا كيفاش باش ينجح، نقدروا نعطوه له في نوع من انواع الياوت الطبيعي. لهنا عندنا مجموعه اعشاب كما قلنا اللي رايحه تعطي له الماده اللي يخدم بها الكولون تاعو، وهي هذيك الماده اللزيجه اللي تجي كيما انا تجي كيما الحليب، كي نذبح الكبش تاع العدو نشوف المصارن هذوك صبوا فيها واحد الماده كيما الحليب، هذا اللي عنده لاكوستيباسيون ما عندوش الماده هذه، هذا الاعشاب اللي راكم تشوفوا فيها هي تعطي له هذيك الماده. كذلك عنده حميه مثلا يستعمل كيما العينه معروفه يبيتها في حبه عينه في كاس ماء وصبح يفطر عليها، حتى الماء ذاك ما يرماش، يقدر الماء يشربه وياكل هذيك الحبه تاع العينه. كاين رانا في زمان دوكا رانا في الشتاء كاين حشاوش بزاف يتعلموا على جدودنا وابائنا الكبار ندو منهم، كاين بزاف حشاوش رانا في وقتهم اللي رايحين فيهم الماده هذه، يعني كاين فصول اللي وين العلاج يكون في الفصل هذاك خاص، مثلا في الشتاء هذا حشاوش كامل رايحين يعاونوه يقدر ياكلهم من فورين بزيت الزيتون، يطيبوهم كيما يطيبوا السلق، السلق كذلك من هذه الحوايج. العدس نشوفوا باللي العدس ولو نحولوا القشره كم هذيك القشره راهي فيها فائده كبيره بالبزاف. الفول ينحولوا قشوره كذلك في وقته راه علاج فيه الماده هذه كذلك. هذو كامل ما نستناوش غير الدواء، هذو كامل يعاونوا الانسان باش يريكيبيري هذه الماده اللي راحت له ولا كانت ما عندوش مقبل، لانه كامل الماده هذه لا جينيراسيون هذه كامل راهي فاقده الماده هذه، اللي عنده حاجه قليله، لانه هذه الحوايج راهم كشف التغذيه تاعنا. عندنا كذلك لهنا انا نقولوا المرهم هذا المريض احنا نورو له كيفاش رايح يستعملوا، من بعد هو راه يشوف تحسن بالدواء اللي راه ياكلو، مام طو يريح، الا كان هذاك لافيسيغ راه يتخيط وحده، لافيستيلانا هذيك كذلك هي راه يتعمر وتسيل والزيت تنشف والزيت تولي تسيل ودائما معذباته، كذلك راح كل ما يريح الكولون كل ما هي راهي تنشف وراح تروح تماما. مشاهدي الكرام وصلنا لنهاية حصة اليوم، موعدنا بكم في الحصة القادمة إن شاء الله، راح يكون موضوعنا على الصدفية، والسلام عليكم ورحمة الله.